معايا عبر الهاتف الان واحد من اللاعبين ايضا اللي اشتغل مع الكابتن ايهاب جلال، واحد من اللاعبين المهمين الكابتن احمد محسن لاعب النادي الاسماعيلي السابق. كابتن احمد مشرف ومنور وتعازينا. كريم مساء الفل، عامل ايه الاخبار؟ يعني الواحد بيقول البقاء لله، بقاء الدوام لله، يعني ربنا يعلم، ربنا يعلم. كابتن ايهاب فراقه لينا قطع قلوبنا كلنا، يعني حاجه الواحد ما كانش متخيلها، وأسوأ حاجة في الدنيا إنك الموت فجأة ده، يعني الموت فجأة ده حد يعني سيرته كويسة، الناس كلها بتتكلم عليه كويس، شخصية محترمة بغض النظر عن الكورة عن أي حاجة تانية. كابتن إيهاب على المستوى الشخصي كان بني آدم، نظيف، كان بيعمل خير كتير، كان بيراعي الكل، أي حد محتاج. فعلى المستوى الشخصي أعتقد كلنا خسرناه وكلنا زعلانين عليه، وحاجة أقسم بالله العلي العظيم حاجة قطعت قلوبنا كلنا. كابتن أحمد أكيد تفتكر موقف معاك مع كابتن إيهاب جلال، يعني أكيد ليه مواقف كتيرة معاك. مواقف طبعا كتيرة جدا، مواقف كتيرة جدا جدا، يعني أكتر أنه كان دايما يقول لي يا ابني، كان يقول لي يا أنت ابني، أنت ابني اللي أنا بحبه، بغض النظر عن الكورة بتلعب ما بتلعبش، أنت ابني أنا بحبك وبثق فيك، وكان دايما كلامه معايا، يعني يمكن انا كنت بزعل لما بلعبش، بس يعني لما ببص للكلام ده دلوقتي انا بندم، يعني بندم على كل مره زعلت فيها منه، وعلى اي حاجه انا قلتها، واي ذره زعل من جوايا كانت ناحيته. يعني انا بتمنى ان 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 ان, إن ربنا يغفر ليه ويسامحه ويحتسبه من الشهداء، وكلنا بندعي له، وبتمنى كل الناس تدعي له، ويعني فراقه بجد قطع قلوبنا كلنا. صحيح. كابتن احمد محسن لاعب نادي الإسماعيلي السابق بشكرك شكرا جزيلا والبقاء لله.